اليوم كتشهد الجامعه الترابيه ديال سطات انعقاد الدوره العاديه ديال شهر ماي لمجموعه ديال النقط اللي كنفشدوا الاعمال ديالها، من بينها تاهيل الملعب ديال سيدي عبد الكريم اللي كيتواجد في واحد البقعه ارضيه للعقار اللي هي على شكل عقار، وهذا العقار هذا اللي هو تابع للبلديه ديال الجامعه الترابيه ديال سطات. المداخله ديالي ولا المداخلات اللي كانت اليوم حول هذه النقطه هذه، وهو انه بغينا نعرفوا هذا الاعتماد المالي اللي ترصد ليه واللي غادي يكون محطه ديال تعديل هذه الاتفاقيه الاطار اللي هو ملحق دي تعديلي باش يتاهل هذا الملعب هذا ديال سيدي عبد الكريم. الاعتماد المالي فيه انا من خلال الدراسه والقراءة الأولية لهذا المشروع هذا تبين على أنه هذا الاعتماد ما غاديش يكفي إلى 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 كان غادي يهم جميع المرافق ديال هذا الملعب. الملعب هذا اللي فيه التكسية ديال الأرض بالعشب الاصطناعي، في بناء المدرجات، في بناء المستودعات والمرافق الصحية ومكاتب إلى غير ذلك. يعني هذا المبلغ هذا كنا احنا خدينا منه الحيطه والحذر. علاش؟ لانه لا يبدا المشروع وما يكملش وغادي يكون عجز في دفع الاعتمادات. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، بدنا نعرفوا التسميه ديال هذا الملعب هذا، شنو غنسميوه وفي اي خانه غندخلوه، في اي نطاق، واش غندخلوه في الملاعب الاولمبيه اللي بالمواصفات اللي هي المعمول بها واللي تستغلها الفرق الرياضيه المنضويه فهمتي المنضويه، او لا ان غادي ندخلوا في النطاق ديال الملعب ديال القرب اللي كيهتم ويعنى بالممارسه الرياضيه ديال الطفوله وديال الفرق المحليه. هذا جانب. اذا احنا ما تكلمناش فهمتي من فراغ، تكلمنا على اساس اننا نوضعه في الاطار القانوني ديالو ونعرفوا كيفاش غادي يتم الاستغلال ديالو وكيفاش غادي يتستغل من طرف الممارسين الرياضيين ومن سيتولى السير ديالو في هذه الضائقه وفي هذه القله ديال الاطر التربويه والرياضيه اللي ولات لا في القطاع الوصي ولا في الجامعه الترابيه ديال امتداد سطات. هذا يشكل حتى هو واحد الاشكال. اذا التسيير ديالو حتى هو من بين النقاط اللي طرحت، ولكن احنا دائما مع احداث بنيه رياضيه معقوله تكون الاحداث ديالها مبني على مواصفات اللي يمكنها تفتح المجال امام ممارسه رياضيه لائقه. وكذلك الجانب الامني هو كيلعب في هذا المشروع، هو كيتواجد بواحد الحي عنده كثافه سكانيه، اذا الى تقنن وتوضع في الاطار ديالو غادي حتى الجانب الامني حتى هو غادي يتخذ بعين الاعتبار وما غاديش يشكل فهمتي شي مشكل. حنا دائما نصفق المشاريع الرياضيه، والرياضه كتلعب واحد الدور جد مهم في الحياه ديال الانسان وفي المجتمعات كلها.